اخبارنا وحظوظنا كنا عم نعلق على المونديال. على كل حال اخبارنا وحظوظنا وتوقعات الفلك. بالاضافه قال هيك بدهم البنات اليوم، من الابراج البريئه ومن الابراج اللي هي عندها خب سنه. ليش عملت بريئه وشريره هيك؟ من الابراج اللي عندها خب سنه واللي عندها مثلا دهاء ممكن تستخدمه بطريقه ملتوية، رح نعرف مع مدام نجلة أباني. صباح خير. صباحك خير يا ولد. صباح الخير يا عائلة. عم قلنا لورده نسمح، والله أنا خايفة من الفقرة دائما لما يقولوا أشرار بحطوا لي العقرب بالأشرار. طبعا. هلا رح نشرح مدام نجلة أكيد. بس خلونا نقول والعذراء حبيبي مش بيضة البالك. مدام نجلة أكدت. أوكي. يسعد أوقاتكم وضلوا دائما بخير وأيامكم سعيدة. اليوم 24 نوفمبر، تمنياتي للجميع بالسعادة. طبعا كواكبنا ما زالت في أماكنها، عطارد كوكب السفر، الأوراق المستندات يتقدم في برج القوس، الزهرة للحب الارتباط العلاقات الصداقات يتقدم في برج القوس، الشمس للقرارات في برج القوس انضمت مبارح، المريخ يتراجع في برج الجوزاء، المريخ هو كوكب الطاقة والحماس، الكوكب اللي بيجعلنا شوي مستائين عنيدين ممكن يجعل شوي في حوالينا عنف كمان يتراجع في برج الجوزاء. للحقيقة هاي المجموعة الكواكب تعمل نوع من أنواع المضايقات للجوزاء، القوس، العذراء والحوت بالتأكيد. فيعني الله يقدم في الخير. أول أخباري العزيزنا مولود برج الحمل اليوم عم بيشارك الأصدقاء والعائلة بنقاشات ربما تصل فيها إلى حلول. اليوم عم تحلم بورقة تسعدك أو عم تصل لنقاط اختلاف أو في حواليك شيء مختلف، فريق عمل، أخبار، إيجابيات، محبة، يعني اليوم في طاقة إيجابية على كلنا وفي قدرة عند مولود برج الحمل للحصول على تضامن المحيط. بعد اليومين ثلاثة المضوا ما كنت كتير مرتاح فيهم مولود برج الثور، اليوم عم تشعر بمحبة حقيقية من الناس اللي حواليك، هاتفك لا يتوقف رن، في أخطاء يعني عم تحاول تعمل لها إصلاحات، عم بتمد إيديك لإعادة السلام لحياتك، عندك كم يوم للحوافز المشجعة والتحسن على صعيد يعني عراقيل صغيرة بس تتعدها. مولود الجوزاء اليوم المتعب عموماً لك عم ينتابك الضيق من بعض الأمور المضبطة، تأجيل، تأخير، كلمة جارحة، نوع من أنواع المضايقات. أنا أنصحك بالهدوء ثم الهدوء ثم الهدوء، لأنه اليوم في سوء تنسيق مواضيع المواعيد، ربما في حدا عم بيعرقلك أمورك، ربما في قصص العلاقة بالعناد أو قرارات مو كتير حكيمة. هلأ بدها الحكاية شوية هدوء إذا بدك، لأنه لا أعتقد أنه أنت باليوم الأفضل. اليوم القمر بالقوس عم بيخلي يعني كل الكواكب انضم للكواكب أو تشكيلة الكواكب الموجودة في برج القوس، لأن عطارد الزهرة إضافة إلى الشمس. مولود برج السرطان اليوم 100,000 قصة شغلته الحقيقة، يعني مزاجك مو كتير رايق، شغلك كتير، عملك كتير، في حدا يمكن عم بيحد من طموحاتك أو لازم تسترجع طاقتك. يعني أنا بقول أهم شيء باعتبار اليوم لبرج السرطان للمسؤوليات الطارئة، فأنك تفكر شو هو الضروري فعلياً وتبلش أنك تعمله. يعني لساتك بأقصى طاقتك بالنهار، لا تأجل الأشياء المهمة للمساء، وانتبه شوي على المستوى الصحي، أمورك شوي فيها تعب. عزيزنا مولود برج الأسد اليوم الأمور جيدة، أفضل بكتير من كم يوم اللي راحوا، في مجموعات تؤيد أفكارك، في أخبار ممكن تكون إيجابية أو قصة هيك عم تحكي عنها أنت بحرية، قادر تستقطب المحيط اليوم خاصة بالحوار. هي هذا الشهر على فكرة لمولود برج الأسد لو بمر يوم يومين ما كتير الأريح مثل مبارح وأولت مبارح، إلا أنه فعلياً الشهر إيجابي، فيه صوت مسموع وفيه قصة ممكن تكون مصدر فرح. يعني كل هالكواكب في برج القوس ما معقول تكون الأمور لألك مو إيجابية على فكرة. والمشتري كمان يتقدم، كوكب الحظوظ السعيدة يتقدم في برج الحوت صديقك. العذراء هو اللي مو كتير مرتاح اليوم، مشحون بالانفعالات السلبية أو عم بيضخم الأمور الصغيرة. هلأ لا ترفع اليوم منسوب القلق بنقاش أو بعصبية أو بنوع من أنواع الشجارات. أنا أقول اليوم إذا طلعت براسك عصبية مفاجئة أو عناد مفاجئ فإهدأ
لكي لا تنفجر فجأة. اليوم في نوع من أنواع النزاعات يمكن، أو نوع من أنواع حابب تتحكم بحياتك، بحياة الآخرين حواليك، شريكك العاطفي مثلا. يعني الحقيقة مولود برج العذراء ما هو بحالاته الطبيعية. مولود برج الميزان هو اللي اليوم إيجابي، عنده حركة، نشاط، نوع من أنواع التغيير، تحسن مهني ربما، أو تحسن على المستوى الشخصي. علاقاتك بالآخرين اليوم جيدة، مرح وحيوي، وتشعر بارتياح أو تفاؤل. اليوم عنده حركة مولود برج الميزان، استقبل ودع، هو والجدي. مولود برج العقرب اليوم القمر يعني ببيت المال، مما عم بيخليك تفكر وترتب أمورك المالية، ويمكن تدفع مصاريف إضافية. ما أنا كتير مرتاح على الصعيد المالي، المال يذهب من بين يديك لأنه يديك غربال، فحاول أن تتعاطى بحكمة مع الأمور المالية. رغم أنه أنا برأيي أنه الشهر جيد جدا على الصعيد المالي، الشهر القادم ربما تسدد ديونك أو ترتب أمورك المالية. مولود برج القوس، القمر ببرجه وكل الكواكب ببرجه، عم تخليه يستقبل ضيوف، يسعد يمكن للقاء شخص مهم، يشعر بثقة بالنفس، عنده هالة من الجاذبية، عم يهتم بمظهره وبمعنوياته، عم بيغير شيء بحياته، نومته، فئته، شكله، علاقاته، ديكور بيته. طبعا دائما القمر لما بيكون ببرجنا بيعطينا هيك جزء من طاقة، بس جزء من عصبية كمان. فاليوم ممكن هيك للحظة تكبسي الزر يعصب له تعصيبة ويرجع يهدى، ما هو القوس هيك. مولود برج الجدي اليوم انت اللي مكسل، ضايق خلقك، ما كتير مرتاح، عندك هيك قصة العلاقة بشريك يمكن عم تتشاجر معه، او حاول تستوعب ظروف الاخرين، حاول تعتذر اذا اخطأت. طبعا اكتر حدا ما بيعتذر هو مولود برج الجدي، ما بيعرف يعتذر، لكن أكثر حدا بيحاول إصلاح الأخطاء لو حس إنه في أخطاء. تبدو قلقاً اليوم مولود برج الجدي وتشعر بالسلبية. لا اللي مثل برج الميزان اجتماعياً، يعني أموره الاجتماعية هو الدلو، الدلو اليوم عنده أمور اجتماعية إيجابية، شراكات على المستوى الشخصي، الكواكب داعمة على فكرة لألك جداً هاي الفترات، نشاطاتك ملفتة، محيطك مؤيد، تتعارف، تعجب، علاقات قديمة تستعيدها، يعني في أمر خاص ممكن يكون إيجابي. أكثرنا تعباً الحياة هو مولود برج الحوت اليوم، واليوم ما نو كتير مرتاح، قابل للشجارات، تبدو مشككاً غيوراً، أو حواليك انتقادات أو اتهامات أو قلق على أمور صحية، أو نوع من أنواع التضخيم لبعض الأمور الصغيرة، مصدوم كأنه من شيء حواليه ما كتير عاجبه. والحقيقة اليوم مولود برج الحوت كأنه يحارب طواحين الهوى، تبعت الجملة المعتادة، قد ما حكيت نرجع للأول. اليوم هيك برج الحوت، متحدث بارع مولود 24، كل عام وانتم بخير، يجعل أيامكم سعيدة، يحب الحديث ويتعلم من النقاش، ليس عنيدا عموما، يستطيع أن يجمع حوله أكبر كم من المساعدين والأصدقاء، يعتبر أنه الأكثر ذكاء وفهما من الآخرين، يكره أن يكون منعزلا، محب للجموع، للحفلات، للأصدقاء، للسفر، يكره الروتين ويحب الجديد والتغيير دائما، ويبحث دائما عن تغيير وضعه. مرح، فنان، يحب أن يبني نفسه بنفسه، بيحب الشراكات والتعاون مع الآخرين. على كل هو من أكثر الأبراج تعاونا مع الآخرين. السنة اللي قاله سنة كتير مهمة، مو بس هاي الفترات، هي السنة القادمة عم بحكي كمان، الأمور العلاقة بالحظوظ القصوى لألك، الأمور الإيجابية وجيدة وممكن تكون للتغييرات بامتياز. من هلأ وما بعد بلشت سنتك مولود برج القوس عموما، والأمور لألك إيجابية وجيدة. أما الأبراج الأكثر براءة أيوة أكثر براءة، هلا خلونا نتفق على حكاية البراءة شو هي. يعني براءة إنه بحالة مسالمة، لا 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 لا، اللي ما لا تم يعني لا تمتلك نوايا سيئة تجاه الآخرين. جماعة اللي قد ما أزعجتهم، آذيتهم، ضايقتهم، يا بيسامحوا يا بيغفروا يا بيبطلوا يحكوا معك، بس الأكيد ما بيأذوك. ليسوا مؤذيين، مو إنه هادئين. فأول الأبراج يتصدر مولود الحمل، هو فعليا من الأشخاص اللي عنده ثقة بنفسه كتير كبيرة وجميلة،
تخليه يغفر يسامح واكثر ابراج دفاعي وغفران. ايه بيعصب بس هو لا يؤذي. أوكي. مستحيل يؤذي انه مثلا لدرجه يروح يطق حدا برغي يتركه شغله. ابدا 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 الحمل ما بيعملها ولا ممكن يفكر يعملها. يسيء لحدا امنه يعني يمتلك اقصى هيك صفات صفات النبل، صفات الشجاعة، صفات اللي فيها العلاقة بالفرسان القدامى بكرمهم، بوقفتهم جنبك، بمساعدتك، بغفران أخطائك. الحمل ثاني برج بالتأكيد هو برج الأسد وبيشبهه لبرج الحمل بهاي القصة. يا ما توقعت أبداً برج الأسد يكون بيغفر الأخطاء وبشدة. والأسد حتى ما بيتذكر إنك بتغلطي معه، يعني بيتضايق بنفس اللحظة. بس هو الحقيقة من الأبراج البريئة جداً، من الأبراج البريئة. طبعاً الحمل والأسد إذا اتفقنا على معنى كلمة بريئة، شو ما بتكذبي عليه بيصدقك. هو كتير بريء لأنه فعلياً ولا يكذب، وما له علاقة بالكذب وما له علاقة بالمجاملة. ما بيفترض نية خبيثة عند الطرف الثاني، ما بيفترض نوايا سيئة عند الطرف الثاني، وما بيفترض إنه هذا الآخر عم يكذب أو عم بيسأله. حتى إذا بتسأله برج الأسد بيبررك إذا بدك، يعني بيقول يمكن ما انتبه، يمكن ما قصد، يلا ما في مشكلة من مرة. يعني هو هيك برج الأسد. الثالث هو الميزان، برج اللطف والدبلوماسية وبامتياز، برج اللباقة، برج الناس اللطفة اللي بتغفر جدا تسامح جدا. دائما نفسية الميزان هي نفسية الموظف اللي بيجي على شغله بلطف، بيسلم على الناس بابتسامة، بيحط زهرتين جنبه على المكتب، اللي بيخلص شغله بروح عبيت. يعني هدول الحيط الحيط. فهو بالمجمل هو شخص بريء. طبعا بنرجع بنقول انه هو قد ما يعني احد الناس الانسانيين المفرطين بالانسانيه، اللي دمعته دائما حاضره على خده، اللي اذا كان انت حكيت له شي شغله مثلا مضايقتك فهو يتبرع للوقوف جنبك ومساعدتك بدون ما يكذبك حتى. الرابع بالقطع هو مولود الدلو. لا شو جابك انت على البراءه؟ دخلي العقرب. على العقرب بدك طولي بالك حالك. روقي. لا البراءة هي أكيد للدلو، الطفل المشاغب. الدلو دائما اللي دائما بيدخل عبيتك، بيفتح لك برادك، بيفتح لك خزانتك، بتسأولك. هو رح ينسى كل شيء هذا عمله. هو حدا طفل، لا يعني فعلا بقى ملك الغفران، ملك السماح، ملك الناس اللي بتعطي 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 بدون ما يتذكر إنه عطاك. يعني هاي شغلة جميلة جدا فيه. طبعا إنساني جدا وبيوقف جنبك بكل الملمات بالقطع. أما الأبراج الأكثر شرا، يعني أولا برج العقرب بالتأكيد مو شرا. ما في محمس هاي القصة أبدا. يعني الأبراج الأكثر شرا أنا بقول ليش. أنا بقول دائما الأبراج اللي أكثر شرا هن الأبراج التي لا تنسى. صح. ما بتنسى غلط انت بتعملي معه. والله اليوم تذكرت فصل انسى عندي بالصف الثاني. من الصف الثاني ذكرت من الصف الثاني انه اي حال وانساقط انه نحن قلنا الاكثر شرا. هلا طبعا لا يسامح على الاخطاء مولود برج العقرب ولا ينسى خطا. هدول جماعة البدوي اللي بعد 40 سنة أخذ تارو، يعني هدول إن العقرب وقال استعجل. هدول إن برج العقرب. صار لي لو يصير لك إنك ترجعي تشوفيها لهي الأنسة ما حتحسي حالك بسامحتيها، حتعاتبيها وبعدين ممكن تسامحيها أو صح. يعني أو ما بتسامحيها. تادي الأبراج بالقطع وبرج العذراء، يعني كمان من الأشخاص اللي ما بينسوا، ولو يصرون الأذى ما بيقولوا لأ للحقيقة، مع أنه برجي مشان ما تقولوا أنه أنا عم برجة جامل. وبرجي. لا بس يمكن ما أنه مؤذي يعني بطريقة شريرة، بس هو يعتبر من الأبراج اللي ما بينسى ولا يغفر الأخطاء. صارمة. لا يغفر. برج العذراء لا يغفر. صارمة. للحقيقة صارمة. من الأبراج الثالثة اللي هو برج السرطان. هلأ نحن بنسميه لئيم الأبراج. هو مو بس هلأ العذراء بيضلوا جدي، ولو تضايق منك ممكن ما يفرجيك. السرطان لا، أخصائي اللئيم العالمي، يعني مو بس إنه متضايق هو لازم يفرجيك، وما بينسى وحيأذيك. فهو فعليا هو لئيم الأبراج، يعني ما بينسى لك خطأ. وطبعا ما بينسى المحاسن اللي أنت بتعملها معه كمان، هي شغلة كتير مهمة.
انه هو ما بينسى هاي القصه، بس بالنتيجه ما من الاشخاص اللي ما بيغفر خطا ويرد. يعني لذلك عم نقول انه ميال للشر هو اللي بيرد. يعني برج الثور لا ينسى الاخطاء لكن لا يرد، بحس حاله اكبر من انه يرد، مع انه ما بينسى غلط بس اكبر من انه يرد. السرطان يرد والجدي يرد. تصوروا انه ممكن تنصعقوا من كلمه الجدي، انه من الابراج الاكثر شرا. الجدي يبذل جهود لكي يعطيك لذلك لا يسامحك، وكثير شرير بانه عطاك وانت مثلا ما رديت له، او انك رديت له احباط او ضايقته او زعجته. فهو حدا مو بس ما بينسى وكمان بيرد. هذا اللي عم نحكيه بالابراج الاكثر شرا اللي قصدناها، انه هو يرد لك هذا، يعني ما ينسى لك اياها بس يرد لك اياها. هذا بالقطع عقرب عزراء سرطان وجدي، هدول الابراج يعني الاكثر. انا بحسهم لئيمين شوي. لا لا ما زعلوا مني القوس. انا بالعكس بعض القوس. انا بالعكس لازم كنت حطه مع الاسد والحمل، الاكثر الاكثر لطافه. ايه بس لا ما نو بريء، بيرد بس بهاي الابراج الوسط. أوكي. اللي بترد بعصبيه وبتنسى بعد شوي. لا يعتبر لا بريء ولا شرير. مبدئيا بالكنترول بلشت البراءه والشر يطلعوا، لانه كل حدا انصدم ببرجه. حنشوف هيك شغلات جديده معك مدام نجلة كل يوم خميس، وطبعا كل يوم توقعات يوميه للابراج. شكرا لوجودك. شكرا كثير لك مدام.